يا شداة الألحان، هلا صدحتم ففؤادي إلى الأغاريد صادي. هلا صدحتم ففؤادي إلى الأغاريد صادي. أسمعونا أسمعونا مدحا بمولد طه، صلوا عليه رحمة الحق سيد الأسياد، فمديح الحبيب فمديح فمديح الحبيب روح، فمديح الحبيب روح وروح لقلوب فيها الهوى باتقاد، ترقص الروح ترقص الروح نشوة وابتهاجا برسول هدى الورى للرشاد، غرس الدين غرس الدين والهدى والتسامي بقلوب فاضت بنبع الوداد، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. غرس الدين والهدى والتسامي بقلوب فاحت بمسك الوداد الوداد. حفلنا اليوم حفلنا اليوم بالممجد عيد، شاء أنسا
حفلنا اليوم بالممجد عيد شاء أنسا على الربا والوهاد حفلنا قد زهى بأحمد طه حفلنا قد زهى قد زهى بأحمد طه كامل الخلق كامل الخلق أجود الأجواد صلوات الرحمن صلوات الرحمن تهدى إليه وسلام باق بغير نفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي ومولاي وسامع دعائي، نام الأنام وأغلقوا أبوابهم دوني، وبابك سيدي مفتوح، ما ضرني أن يوصدوها، إنني لك مهجتي قد أقبلت والروح. والخير عندك كله يا سيدي، يا بر يا قدوس يا سبوح، يا من خزائنه تفيض بفضله ونواله لعبيده ممنوح. يا سيدي أكرم عبيدا قد غدا يبكي على أعتابكم وينوح، قد أثقلته ذنوبه وعيوبه وفؤاده مما أتى مجروح، يخفي الهوى بين الضلوع ودمعه، يفشي السرائر جهرة ويبوح، يمسي ويصبح عاكفا برحابكم، فلعل أعلام الفتوح تلوح. فاغفر له والطف به وتوله، يا من له التمجيد والتسبيح. يا رب صل على الحبيب وآله، أزكى صلاة بالعبير تفوح. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. تجوت تجافي كي
وقت قد جاف قد جفتني ميئة على العهد لن أنقض مودتهم يا
ليس شعري بطول البعد ما فعلوا إني على العبد لم أنقض مودتهم يا ليت شعري يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا لما علم بأن القوم قد رحلوا وراغب الدار من ناقوس منشغل وضحت مظلوم سايب خائم يا جوزي لما علم بأن القوم قد رحلوا ولا يجب الدين بالناقوس منشغل شددت حجري على رأسي وقلت له يا راجب الدير هل برت بك الإبل يا راجب الدير بالإنجيل خبرني فقلت على الغريب
الذي صاغ الذليل به فحجوني ولي في حيكم في حيكم قمر. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائج وحسن الخواتيم. اللهم ونسترحمك بوجه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فارحمنا. اللهم ونسترضيك بوجه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فارض عنا. اللهم ونستهديك ونستسعدك ونسترشدك بوجه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فاهدنا وارشدنا واسعدنا يا مولانا. اللهم ولنستنزل منك كل خير وندفع عنا كل شر بكرامة وجه نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا مولانا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم يا عظيم، صلاة ترضيك وترضيك وترضيه وترضى بها عنا رب العالمين، صلاة تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كروبنا وتستر وتصلح بها عيوبنا وتنور بها قلوبنا وتلهمنا بها رشدنا وتحفظنا بها يا مولانا من كل سوء ومكروه في الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حاء الرحمة وميمي الملك ودال الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون، صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك وفضلك وإحسانك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا ندعوك في هذه الساعة من آخر يوم الجمعة التي حدثنا عنها حبيبنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها ساعة الإجابة. اللهم إنا وقفنا في بابك، اللهم إنا وقفنا في بابك، اللهم إنا وقفنا في بابك وتوسلنا إليك بأحب أحبابك، اللهم وتوجهنا إلى جنابك وتوسلنا إليك بأحب أحبابك وأكرم رسلك وأنبيائك إمام عبادك وعبادك وخيرتك من خليقتك وموضع نظرك من خليقتك يا رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب مقام الشفاعة العظمى صاحب مقام أنا لا ولا فخر صاحب مقام يا محمد ارفع رأسك صاحب مقام آدم فمن دونه تحت لواء ولا فخر صاحب مقام إنا فتحنا لك فتحا مبينا صاحب مقام إنا أعطيناك الكوثر صاحب مقام الوسيلة صاحب مقام الفضيلة صاحب مقام الدرجة الرفيعة صاحب مقام أنا أكرم الأولين والآخرين على ربي ولا فخر. اللهم إنا توسلنا إليك بهذا الرسول الكريم عليك أكرم الأولين والآخرين عليك وأحب محبوب ومقرب إليك فنسألك اللهم يا مولانا نسألك اللهم يا مولانا أن تستجيب دعانا وتحقق لنا رجانا
وتعطينا مولانا وفوق مولانا. أنت أعلم بحاجاتنا فاقضها، وأنت أعلم بذنوبنا فاغفرها، وأنت أعلم بعيوبنا فاسترها وأصلحها، وأنت أعلم بأسئلتنا فأعطنا. اللهم أنت أعلم بحاجتنا يا مولانا فقربنا وأكرمنا. اللهم وفقنا لاتباعه صلى الله عليه وسلم، مسكنا بشريعته، وارزقنا مولانا الأدب معك ومعه صلى الله عليه وسلم، وحببنا فيه وحببه فينا، واجعلنا في نظره أينما كنا وحيثما كنا. اللهم انفحنا بنفحاته صلى الله عليه وسلم. اللهم افض علينا من بركاته صلى الله عليه وسلم، وأفض علينا من أسراره صلى الله عليه وسلم، وأفض علينا من أنواره صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا في نظره صلى الله عليه وسلم. اللهم مسكنا بعموده المحمد صلى الله عليه وسلم، وظلنا بظله صلى الله عليه وسلم، وادخلنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والبرزخ والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم وبيض وجوهنا ببياض الوجه المحمدي، ونورنا بالنور المحمدي، وسددنا بالتسديد المحمدي، مدنا بالمدد المحمدي، وانفخ فينا الروح المحمدي، واملأنا يا مولانا من السر المحمدي، واجعلنا يا مولانا خداما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نخدم دينه وشريعته وكتابه وسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم وأيدنا بالتأييد المحمدي، اللهم اصحبنا بالتوفيق المحمدي صلى الله عليه وسلم. اللهم وأحينا على محبته وسنته، وأمتنا يا مولانا على ملته، واحشرنا يا مولانا في زمرته، وأوردنا حوضه الشريف، واسقنا من كأسه الشريف يا مولانا، واسقنا بيده الشريف صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إن كانت وجوهنا غير مقبولة عندك فقد توسلنا إليك بصاحب الوجه المقبول سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيا أكرم مأمول ويا خير مسؤول، فيا أكرم مأمول ويا خير مسؤول، فيا أكرم مأمول ويا أكرم مسؤول، يا خير مأمول ويا أكرم مسؤول. نسألك اللهم بوجه الرسول، نسألك اللهم الإجابة والقبول. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد عليك التكلان، وأنت المستعان وبك المستغاث. اللهم إنك أمرتنا بدعائك، وأنت وعدتنا بإجابتك، أنت قلت في محكم كتابك وأطمعت عبادك، فقلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وها نحن يا مولانا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وكيف يا مولانا ترد دعانا وقد أمرتنا بدعائك، وفتحت لنا باب الدعاء وأمرتنا أن ندعوك يا مولانا، وكيف تردنا خائبين وقد توسلنا إليك بأكرم الأولين والآخرين، وكيف تردنا خائبين وقد قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. ها نحن ظننا بك القبول يا رب العالمين، فلا تردنا خائبين. كيف تردنا خائبين وقد قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. إلهنا سيدنا مولانا منتهى رغبتنا منتهى طلبتنا، رفعنا إليك أيدينا بالافتقار وبالذل والانكسار، وأنت الله العزيز الغفار، فألنا من عطاياك الغزار. نسألك اللهم القبول بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم ارفع البلاء عن عبادك المسلمين، وفرج الكرب عن المكروبين، وفرج الهم عن المهمومين، ويسر على المعسورين، وفرج يا مولانا عن المضايقين. اللهم واصلح امور المسلمين، وردهم الى دينهم ردا جميلا. اغفر اللهم لنا وارحمنا، ولوالدينا ومشايخنا، ولكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم واجز أصحاب هذا الخير وهذا الحفل الذين هم جمعونا فيه، اجمعنا خيرا. اللهم وأكرمنا وأكرمهم، وأسعدنا وأسعدهم. اللهم يا مولانا، وارحم أخانا الشيخ عبد اللطيف، وارفع درجته وأكرم منزلته، واجمعنا جميعا نحن ومشايخنا وأحبابنا وآبائنا وأحبابنا كلنا يا مولانا، اجمعنا جميعا في مقعد الصدق عند مليك مقتدر، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، فلا تردنا خائبين. وصل الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اللهم اجعلنا من الأمور. اللهم اجعلنا من الأمور. اللهم اجعلنا من الأمور.